سلام حبوبات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. انا الحمد لله في نعمة ربي يدومها عليا وعليكم. مرحبا بكم معايا في هذا لانوفال فيديو اللي راح يكون على مشترياتي شهر رمضان المبارك، وكنت شاركتكم بالجزء الاول وقلت لي كامل شاركينا باجزاء واحد اخرين، واليوم جيت باش نشارككم بالجزء الثاني. وقبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لي لايك لا فيديو هكذا باش يطلع وباش نشارككم اجزاء واحد اخرين اذا راكم حابين. فوالا حبيباتي، قبل ما نبداو حبيت نهضر في واحد الموضوع بزاف بزاف مهم. روماركيت بلي في الاونه الاخيره كاين بزاف يوتيوبرز يشاركوا مشتريات رمضان. كاين بزاف اللي لقاو تعليقات سلبيه، مي انا الحمد لله ما لقيت حتى تعليقات سلبيه. كما كنت وضحت لكم في الفيديو اللي فات حبيباتي، انا هاد الاواني مانيش نشري فيهم زعما لرمضان، ولا راني نعمر في داري كيما على بالكم. كي تكوني عام ولا عامين تزوجتي ما يكون عندك والو، فتبداي تعمري دارك غير بشويه. مي كاينه فئه اللي يكونوا عندها معان وتحب تروح تشري، يا اختي كل وحده ومقدورها، اللي حبت تزيد تشري وقادره اللهم بارك. مي اذا كنتي ماشي قادره ما تروحيش ديري راجلك كما يقول لك، ديري له الضغط وديري له لا بريسيون وتحوسي تشري معان ولا تشري عفايس واحد اخرين وانتي عندك. دونك حبيباتي امشي على حساب مقدورك وعلى حساب جيبك. فوالا حبيباتي، ان شاء الله تكونوا فهمتوني. واول حاجه راح نشارككم بها هي هاد البلواغ اللي كان عجبني بزاف بزاف غير شفتو ولقيتو كما كنت حبتو. انا كنت حابه نشري فلا مارك سوناشي مي ما لقيتوش، لقيت بزاف لي مارك مي ما عجبونيش، وانا كنت حابه هذا اللي يجي الطاس ديالو بالزجاج، وهذا كما راكم تشوفوا يرفد زوج لترات. المينيموم ديالو كيتعمروه نصف لتر وماكسيموم تعمروه حتى لوين كان هذاك تخي تاع 2 لتر. فوالا حبيباتي كيفاش جاي كامل الزجاج، الطاس ديالو واليد ديالو جايه نواغ وجايه هكذاك بلاستيك ولا واحد الماتيار هكا، ومن التحت جاي اينوكس كيما شفتوه. وكنت خلصتو 440 الف من لا مارك بومان. هاد لا مارك بزاف هايله، كاين بزاف اللي نصحوني به على بها، كنت خيرته في هاد لا مارك. وكنت تاني تشريت هاد الطاجين عندي واحد 3 شهور هكذاك ملي شريته، وحبيت ندخله لكم في هاد المشتريات تاع رمضان. شوفوا حبيباتي هاد الاواني تاع الفخار بزاف ناجحين وبزاف هايلين، برك لازم تعرفوا طريقه الاستعمال ديالهم الصحيحه. قبل ما تستعملوهم لازم تبيتوهم 24 ساعه في الماء، ومن بعد كي تخلوهم 24 ساعه في الماء تجبدوهم ودهنوهم كامل بالزيت، ومن بعد خلوهم نص نهار. ومن بعد كي تجو تستعملوهم غدوه من داك ولا فيضوا فيهم الحليب هكذا راكم رايحين ينجحوا لكم وما يتكسروا لكمش. وكي تجو تستعملوهم استعملوهم طيبوا فيهم على نار هادئه، ولازم كي تطفوا عليهم تخلوهم فوق هذاك الفرنو معناتها حتى يبرد هذاك الفرنو باش تنحوا هذاك الطاجين ديالكم ولا القدره ولا اي حاجه تاع الفخار هكذا باش ما يتكسر لكمش، على خاطر هاد الاواني ما يتحملوش كامل الشوك. فوالا حبيباتي، وكنت خيرته في المويان وخلصته 150 الف، كاين الكبير وكاين الصغير وكاين هذا اللي جاي مويا. وكنت شريت تاني هاد العلب البلاستيكيه اللي عجبوني بزاف. كنت شريت واحد اخرين جايين على شكل مستطيل، وستلقيت هادوما جايين على شكل مربع شريتهم. كما على بالكم في رمضان تبقى لنا بزاف الماكله، ولا نحبوا زعما نديروا تحضيرات لرمضان، ولا نحبوا نكونجليو فيهم كاش حاجه في الكونجيلاتور. المهم عندهم بزاف استعمالات، ولا زعما تحبوا توجدوا فيهم لا سالاد. المهم تلقاهم كي الحسنه كما يقول لك في الثلاجه ولا في الكوزينه. وكنت خلصتهم 25 الف. اذا حبيتوا تستعملوهم في الميكروون تشوفوا برك اسكو مكتوب فيهم كليبسو. فوالا حبيباتي، وكنت شريت ثاني هاد لي فيغين كما راكم تشوفوا، تحطوا فيهم لي غلاس ولا تحطوا فيهم تحلية. المهم عندهم بزاف استعمالات وعجبني بزاف الشكل ديالهم، سورتو كي جا عندهم هادوك لي بي والشكل تاعهم جا بزاف شباب. دوك تشوفوهم معايا. وكنت لاحظت تاني واحد الفئه من الناس كي يشوفوا هكذا يوتيوبرز ولا وحده حاله قناه ولا طيب، وكي تكون طيب تستعمل زعما مقله قديمه ولا زعما كسرونه قديمه يخلوا لها تعليقات سلبيين. شوفوا حبيباتي كيما على بالكم، احنا اليوتيوبرز ناس عاديين كيما احنا كيما نتوما.
فهمتوني. وكي تشوفوا تاني يوتيوبرز يشرو مع رمضان ديروا في بالكم باللي هاد اليوتيوبرز مادام فتحوا لكم دارهم وفتحت لك كوزينتها فتحت لك شومبرتها ما ميد عندها ما نبداو يقدامو ولا لازم عليها تشري. علاه؟ على خاطرش كيما على بالكم حنا نعتبروكم ضياف في ديورنا، على بيها نحبو نستعملو غير الحاجه اللي تكون جديده اللي تكون نقيه باش نتجنبو هذوك التعليقات السلبيه اللي يجو يبداو يعايروا في لي كومونتير. كيما اخر مره لاحظت باللي واحد القناه هكذا استعملت واحد المقله شويه قديمه، خلاو لها تعليقات بزاف سلبيين، على بالكم بلي ولا غير يهبطوا المورال. على بيها حنا نعاملوكم كشغل راكم ضياف عندنا، كيما نتوما كيجيكم ضيف ولا يجيكم كش واحد عزيز تروحوا تجبدوا له غير لما عن الجداد لما عن العزاز هذوك لما عن القدام ولا المهم ما تستعملوهمش قدامه. دونك حبيباتي حتى حنا مادا بينا دائما نوريكم غير الحاجه الشابه، ان شاء الله تكونوا فهمتوني. كنت شريت هذاك السيرفيس تاع هذاك السيرفيس تاع تحليه، كنت خلصته 70,000. وكنت شريت تاني هاد السلات اللي جايين كما راكم تشوفوا بلوزي جايين بزاف شابين، حبيت نشري كامل لاسيغي من الكبيره للصغيره. تستعملوهم عندهم بزاف استعمالات، تحبوا تحطوا فيهم زعما حاجه هكذا كما ديك الكبيره نحب نسد قهوه فيها نحط فيها كاس تاع القهوه تاعي ومنها كاش كرواسون ولا كاش حاجه، ولا تحبوا تستعملوا كيما هاد الصغيره تستعملوها للخبز ولا للفطير ولا المهم لاي حاجه، ولا تقدروا تاني تستعملوهم للديكور في البوطاجي ولا المهم وين تحطوهم يجوا بزاف شابين. وكنت شريت تاني هاد السنيوه اللي جايه في الدوغي جايه بزاف شابه، شوفوا الشكل ديالها شحال شباب، هادو ما راهم دايرين حاله راهم طوندونس هاد العام. كنت خلصتها 45,000 للوحده، دوماج ما لقيتش خوتها، كنت حابه نجيب زوج مي لقيت في نفس الموديل مي جايه في الكاغي. كنت ديت وحده مدوره وحده كاغي، دوك تشوفوها معايا. وفي زوج كنت خلصتهم 90,000. وتان حبيباتي حبيت نعطيكم نصيحه باش ما تخلوش حتى الدقيقه الاخرى باش تروحوا تشرو الماعن. كما على بالكم كاين احتكار في الاسواق وكاين غلاء وكاين بزاف اللي يحبوا يبروفيتيو في هذه المناسبات باش يحققوا الربح السريع. دونك حبيباتي اللي حبت تشري الاواني تشري دائما شهرين 3 شهور قبل هذيك المناسبه، اذا كان رمضان ولا اذا كان زعما عيد ولا المهم. ثاني الحوايج ننصحكم باش تشرو قبل ما يدخل رمضان، كيما على بالكم كي يدخل رمضان ما يبقاش بزاف ويلحق العيد، دونك كامل هذوك اللي يبيعوا الحوايج وكاع يبروفيتي ويزيدوا في الاسعار باش يحققوا هذاك الربح. دونك نتوما حبيباتي بروفيتي وشرو الحوايج، ولا اللي حابه تشري اواني ما تخلوش حتى الدقيقه الاخرى. كيما على بالكم حنا الشعب الجزائري يحب يبروفيتي، ماشي زعما كي تجي هذيك المناسبه يقول لك نقص في السعر ولا نخلي السعر كيما راهو باش يشري الزوالي، باش كامل الناس اللي راهم حابين يشرو كاش حاجه ولا اي وحده في قلبها كاش حاجه باش تشريها وهما لا لا كيما على بالكم يحبوا يبروفيتيو. ربي يهدينا ويهديهم اجمعين. واش نقولوا؟ نقولوا غير الله المستعان، ان شاء الله ربي يكون مع اي وحده راهي في خاطرها حاجه وما قدرش تشريها. والصح كامل كي يدخل علينا رمضان وحنا في كامل الصحه والعافيه ونصوموه بالصحه ولهنا ان شاء الله يا ربي. وكنت شريت هاد البقراج ويرفد لتر ونص وخلصته 135,000. لقيت هذاك الموتيف تاع الفريزه ولقيت الموتيف تاع المانجا، وكنت خيرت هذا الموتيف تاع الفريزه عجبني بزاف، وتقدروا تستعملوا فيه لاتاي ولا الحليب تستعملوا فيه واش حبيتوا، وتقدروا تاني تستعملوه فوق النار ما يتكسر ما يصرالو والو. كنت جربته في دارنا على خاطرش اختي تاني تشرات واحد كما هو، ان شاء الله يكون عجبكم. وقبل ما ننسى كاين اربع مشتركات قالوا لي ادعي لنا باش ربي ان شاء الله يرزقنا بالذريه الصالحه، وان شاء الله ربي يرزقكم كامل حبيباتي بالذريه الصالحه. وكاين زوج مشتركات واحد اخرين قالوا لي ادعي لنا باش ربي ان شاء الله يسهل لنا في زواجنا ويوفقنا. وكاين مشتركه واحدة اخرى قالت لي ادعي لي بالشفاء. نقول لك حبيبتي ربي يشفيك ان شاء الله ويشفي كامل مرضانا ومرضى المسلمين. وكاين مشتركه واحدة اخرى قالت لي باللي راني في مشاكل مع الزوج، ادعي ان شاء الله باش ربي يصلحني ويصلح حالي مع الزوج ديالي. نقول لك حبيبتي ربي يصلحك ويصلح حالك مع الزوج ديالك وترجعوا حلوين ان شاء الله.
وان شاء الله ربي يحقق أمنية كل وحدة فيكم. ودعوا كامل بعضكم حبيباتي، على بالكم بلي كامل تدوا أجر عند ربي سبحانه. وكما راكم تشوفوا حبيباتي، شريت هاد العصيغي تاع الفناج اللي جايين صغيرين، هادو ما يصلحوا للقهوة ويصلحوا تاني ثلاثة، يعجبوني بزاف على خطرات جايين صغيرين وجايين دوبل باغوا. كي تشروهم بالوحدة يستقاموا لكم الواحد 25,000، مي أنا كنت شريت كامل العصيغي واستقاموا لي 150,000. فوالا حبيباتي كيفاش جاو، جاو بزاف شابين كي حطيتهم مع هذاك البقراج. تقدروا تستعملوهم للقهوة كحلة ولا لاتاي. هادو هما كامل المشتريات اللي كنت شريتهم واللي كنت شاركتكم بهم اليوم، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنساوش حبيباتي تخلوا لي تعليق مشجع وديروا جيم لا فيديو هكذا باش يطلع، وتحفزوني نشارككم بالفيديوهات كما يحب خاطركم. وتنخياتي ما تنساوش تدعوا كامل بعضاكم، رانا في العواشر ان شاء الله نحبكم.